يا فندم. ربنا يخليك. كابتن احمد، خليني ابتدي مع حضرتك. عايزه اتكلم معاك عن مشوار اكيد ببارك لك في الاول، الف الله يبارك مبروك فيك. وان شاء الله يعني ما يبقاش فيه هبوط ان شاء الله السيزون ده. المشوار اكيد كان مشوار صعب ومشوار طويل، كنا بندردش في الفاصل وقلت لي دي مش اول مره لنادي الحوار ان هو فعلا. يصعد، قبل كده كان ليه تجربتين وللاسف يعني كان فيه هبوط وكان مشوار صعب مليء مش بالورود ابدا. كلمني عن مشوار المنافسة والصعود لدوري المحترفين. الحمد لله احنا ربنا كرمنا السنة دي مع الفرقة، وكان المشوار صعب فعلا. كانت البداية يمكن احنا السنة اللي فاتت كنا في دوري المحترفين، احنا نهينا بعد الأزمة والأحداث بتاع الكورونا وكده، نهينا واخري، والموسم تقريبا كان لاحم في بعضه، كان في تقريبا ما بينه وبين بعض شهر، وربنا كرمنا واستعدينا استعداد قوي الممتاز، وتخطينا الفترة بتاعة الهبوط والحمد لله دعمنا الفرقة، وقفنا على رجلينا، حافظنا على القوام الأساسي بتاع الفرقة. المنافسة في دوري الممتاز منافسة صعبة جدا شرسة، كان فيها 3 مراحل. الحمد لله احنا ربنا كرمنا في ال3 مراحل ان احنا خدنا فيها مركز اول، وكانت النهاية حتى المرحلة التانية اللي كان فيها 16 فريق كانت المنافسة لغاية آخر مباراة بالنسبة للفرق كلها المتأهلة مش للدور باين التاني. ملامح. في فرق فضلت لغاية آخر مباراة. الحمد لله وربنا كرمنا في الدور الثمانية وطلعنا دوري المحترفين، وكانت المنافسة برضو شرسة. أول مباراتين بالنسبة لنا كانوا صعبين جدا جدا، كان فيهم توتر. كانت المباراة الأخرانية كانت مع نادي 6 أكتوبر، وكانت إحنا و6 أكتوبر الحمد لله ربنا كرمنا إحنا الاتنين وصعدنا المحترفين، فكانت المباراة بالنسبة لنا يمكن أعصابنا فيها كانت أهدى شوية. وبالمناسبة ديت أنا ببارك لكل الناس اللي طلعت دور الثمانية، بصراحة الناس عملت مجهود كبير جدا جدا جدا. ألف مبروك للفرق اللي ربنا كرمها وتأهلت، وهارد لك للفرق التانية اللي ما حالفهاش الحظ الموسم دوت، وإن شاء الله الموسم اللي جاي ربنا يعني يكرمهم في الموسم اللي جاي إن شاء الله.